كم الهوى وتفرقوا الحلوين، حكم الهوى وشرت غيم تشرين، حكم الهوى وتفرقوا الحلوين. لو ما الهوى ما بيضحك الياسمين، لو ما والله شي بجنني في سوريا مع الحكومة ومع ممثلي المعارضة. ليش طفيتو؟ مشان ضغطك. شو ضغطي؟ هلا مين بتحبي تسمعي أخبار؟ أخبار خليل ولا أخبار خالد؟ أخبار الاثنين أكيد. إذا كانت أخبار خليل منيحة بتكون أخبار خالد سيئة، والعكس صحيح. معلش، المهم يبرد قلبي شوي. بدي أسألك سؤال بس بدي اياك تجاوبين عليه بصراحة. تفضل اسأل. لمين بحمل قلبك أكثر؟ إذا سألتك هالسؤال أنت بتعرف تجاوبني عليه؟ لا والله ما بعرف، ما بعرف. لكن ليش عم تسأل؟ نيناتو أولادي، حتى لو شو ما كان خيارهم نيناتو أولادي، وإذا بصير شي لواحد منهم، إذا بصير شي لضفره، بجن بجن بموت يا أبو خليل. يا ترى أنا ما عرف تربي أولادي؟ ليش هيك عم تحكي؟
ليش خالد راح مع المعارضة؟ خليل راح مع الجيش. خليل راح مع الجيش وما كان في إذن. وإذا بتتذكر أبو خليل نحن اللي شجعناه ودفعناه لحتى يفوت على الكلية. بس خالد آه الله يسامحه غافلنا وراح مع المسلحين. بس أنا ربيتهم يحبوا البلد ويخلصوا له ويدافعوا عنه. وهن هلأ كل واحد فيهم مقتنع إنه عم بدافع عن بلده بس بطريقته. خير إن شاء الله شو بكم؟ بابا لا ما في شي. ليش قلبينا هم وغم؟ ما في شي. أكيد حضرانين شي نشرة أخبار. لا ما حضرنا شي. على خير إن شاء الله. ماما حبيبتي الله يوفقك. بدها تجي لعندي سماح بدنا نقعد على البلكونة. بدي تساوي لي من إيديك الحلوين للضيافة اللي بتعملي لي إياها. علي حبيبتي خلي لي هالعيون. بس عيون أمي. وعيونك يا أحلى أب بالدنيا. الله يبارك الله يبارك يا شو معيرتيها؟ لا بس انا صرت تحت البيت. بدك شي جيب لك شي معي؟ البزرات جبتهم بدك شي تاني؟ يلا اوكي افتحي لي الباب. باي. ايوه خليكي ماما انا بفتح. هي سماح الحمد لله. الله يسلمك يا حبيبتي. شوفي شو جابت لنا معها. يسلموا ايديك هاتي الحساب لك يا ام صفر. يلا ماما الضيافه وحساوي لكم متقه. يلا سابقينك على البلكون ماما. هاتي الصفن فمو. اخبار اخواتك شو؟ الحمد لله مناح. عم يطمنوني عنه. امبارح حكاني خليل قال لي اوضاعهم كثير منيح. الحمد لله. لساته بدير الزور؟ ايه بالمطار علي. الله يحمي يا رب. الله يسمع منك ويرجعوا بالسلامة. خالد شو أخباره؟ خالد لساته بالأوضة. بصراحة الصبح حكى معي بس أنا ما فيني أخبر حدا. أنت بتعرفي ليش؟ يعني هو منيح؟ إيه منيح الحمد لله. شو ما في الله يحميه مثل أخوه؟ أكيد طبعاً. سماح أنت لساتك بتحبيه؟ لا. شو كذابة؟ صفاء أنا مقهورة منه لأنه تركني وراح واختار طريق مستحيل نقدر نكون أنا وياه مع بعض. ليش شو بيعرفك؟ مجنونة أنتي؟ شو بيعرفني؟ الطريق اللي ماشي فيه احتمال كبير أنه ينقتل. بعيد الشر عن قلبه. طبعاً بعيد الشر وعلى فرض ما صار هذا الشيء وإن شاء الله ما بيصير. بس خالد شو بده يصير فيه؟ لنفرض أنه الأزمة انحلت بده نحطوه بالسجن. ليش؟ لأنه كمش سلاح ضد الجيش وضد الدولة. ما بتعرفي بلكي نزل عليه عقل الرحمن وسلم سلاحه وسوى وضعه مثل كل هالشباب يلي عفوا عنه. ليش عم تضحكي؟ صفاء مين هاد الشاب الحلو؟ وينه؟ شو وينه ليكو؟ معك حدا يساعدك؟ قولي يا صبايا على مين عم تطلعوا؟ مو على حدا ماما.
لا تكون عم توصفوا على هذا الشاب. لا ماما، بس سمعنا ضجة قلنا لحالنا نشوف شو هاد. لقينا شاب معه سيارة وعم يزق أغراض. ايه هذا بده يستأجر بيت أبو مهند عنا بالبناية؟ ايه. ايوه وانت شو عرفت؟ قبل يومين كنت عند سهيلة وكانت أم مهند عندها وقالت إنه أجروا البيت بعد ما طلعوا يسكنوا عند مهند بحمص. ايه وشلون عرفتي إنه هذا هو؟ شفته وهو عم يتفرج على البيت. يلا أنا رايحة أشرب متي مع أبوكي، إذا بدكم شي نادوا لي. ايه ماما؟ يسلموا إيديكي. يسلموا أنتِ. على البزرات. وينك؟ مبين عليه الشب حلوة ما شاء الله. وكان يلا طريقي عين للشب، بس ان شاء الله يكون مو متجوز. هلا ما بعتقد متزوج لانه لو معه عيلة كانوا بينوا. ما بتعرفي، بلكي ناطرين ليجهز لهم الوضع يجوا على البارد المستريح. والله ممكن. هلا المهم بدك تحضري عرس نجوى؟ اكيد لا. ليش بقى؟ شلون بدك يعني احضر عراس اخواتي باشتباكات باي لحظة بيصلنا خبر انهم تصوبوا او استشهدوا لا سمح الله؟ يعني هلأ الفرح واقف على الرقص والدبكة والغنى؟ صفاء تعي لقلك شغلة. هلأ لما شفتي هذا الشاب الحلاوة هون تحت وعرفتي انه هو ساكن عندك بالبناية ما حسيتي بالفرح؟ لما بطلع انا وياكي منتغدى ومنقرقل ومنعود مع شلتنا منتضحك ما بتكوني حاسة بالفرح؟ بلى، بس هي غير. حبيبتي الفرح هو اساس الحياة. الانسان بيضل عايش كل حياته هو عم يدور على السعادة. صفاء مو معقول انت تحطي الحزن والمقاتل بوشي لان اخواتك قرروا بكامل ارادتهم انه يكونوا مو بخير. يعني شو اعمل انا هلا؟ هلا انت لازم تعملي، لما بتجيكي فرصه للفرح لازم تفرحي. بتعرفي زمان حتى لو اني حاولت انبسط بحس في غصه بقلبي بتروح لي فرحتي، حتى لو كان الشعور للحظه واحده. المهم هاللحظه او جزء منها يمر ويزيح جزء من الحزن. شو بدي قلك، معك حق. طبعا معي حق. صبي متي، بس ما كسرتي انت والقمر جيران. بابا ما بدك تتعرف على جارنا الجديد؟ يعني نحن هون بالبناية كلنا بنعرف بعض، معقول يجي حدا غريب وما نتعرف عليه مين هو؟ ايوه، ومين هو هذا جارنا الجديد؟ اللي استأجر بيت أبو مهند. اللي سكن؟ ايه طبعاً بابا، اليوم شفته هو عم يزق أغراضه. ايه بتعرف عليه ليش؟ لا يا بنتي واجب. يلا إن شاء الله خير. يلا عن إذنكم، أنا عندي فاقة بكير. صحيح بابا، صحيح نسيت لك. عادي عادي عادي. خير بابا؟ اليوم شفت ابو ساري بالطريق، قال ابنه عم يرجع من الروضه زعلان وعم يبكي. يوه زعلان وعم يبكي ليش؟ ايه قال الانسات ما عم يحطوا له على جبينه نجمه مثل رفقاته، وقال لي انه اقنعك تقنعي الانسات باعتبارك مديره الروضه وتضغطي عليهم انه يحطوا له نجمه بكره على جبينه. بابا ساري مو شاطر وشرس وعم يعذب كثير بالمدرسه ويشاغب. معلش يا ماما سعدي، الله يرضى عليكي، ما بدنا يحس بالاضطهاد ويتعقد ويتأثر مستقبله. ماما كمان مو صح نعطيه مكافأة وهو ما بيستحقها. أولاً رح يتعلموا منه رفقاته المشاغبة والاستسهال، بيصيروا بينقوا لياخدوا يلي بدهم إياه، هذا الشيء ما بيأثر على مستقبلهم كمان ماما؟ يعني هلا شو بابا؟ بابا قول لأبو ساري ومرته يهتموا بابنهم شوي، وبدل ما يقضوها سيارين، يقعدوا يهتموا بابنهم شوي، يخففوا شوية واتساب وفيسبوك وغيره وغيراته، مو أحسن بابا؟ هيك رأيك بابا؟ طبعاً هيك رأيي بابا. بابا حبيبتي أنا كثير بثق برأيك، واللي بتشوفيه مناسب ساوي. الله يخلينا ياك يا رب. يلا عن إذنكم تصبحوا على خير. وانتي من أهله. وانتي من أهله ماما.
رقم جديد. اهلا وسهلا، تشرفنا. وانا صفاء، شارككم بالطابق الثالث. اهلا وسهلا، تفضلي. شكرا. فكرة البناية كثير حلوة، خضار ونظافة. اي ما شاء الله، اهلي بناية كثير رايقين، بيهتموا كثير بترتيب المدخل. ان شاء الله بتتهنوا بجيرتنا. للاسف لحالي. اوف ليه؟ انا عزابي واهلي كلهم مسافرين. ان شاء الله بيرجعوا لك بالسلامة. شو بتشتغلي حضرتك؟ انا مدرسة بروضة اطفال، هون قريبة باول الشارع. بتحكي جد؟ اي. وانت؟ انا كمان مدرس بمدرسة جنب هي الروضة، وعندي معهد لغات بتدرس فيه بالليل يعني. ما شاء الله، معناتها معبي وقتك كله بالتدريس. اي والله. اي سيرفيس. يلا شرف نلحقه. اي شو حكيتوا كمان؟ اي كلهم خمس دقايق، حسيت حالي وصلنا بسرعه، ما لحقنا نحكي شيء. ما لحقنا نحكي شيء؟ من بيته للشارع حكيتي كل هذا الحديث، خمس دقايق بالسرفيس ما عرفتي تفتحي ولا قصه جديده؟ لك بلا، يعني سالته عن اهله، فكرتهم بشي محافظه. قام فاجئني والله، طلعوا مهاجرين على النمسا. عن جد؟ ايه، هو قال لي هيك، قال لي بموجه هالهجره اللي صارت، حملوا حالهم وسافروا. وليش هاجروا؟ قال هن ناس مسالمين وما بيتحملوا يعيشوا جو الحرب، باعوا كل املاكهم، كان عندهم بيت ومكتبه بالحلبوني وسياره. طيب وهو ليش ما راح معه؟ قال هو ما بيتحمل يعيش برات الشام ورافض فكره الهجره، بعدين قال لي هو هون بيحكي وبيعلم ثلاث لغات، اما اذا بده يسافر على النمسا بده يبلش من الصفر ويتعلم لغتهم. والله منيح، معناته وضعهم المادي منيح. ايه هيك شكله. ايوه. طيب ما فهمتي ليش ما عنده سياره؟ قال بخاف يشتري سيارة تنزل عليها شي قذيفة هاون تروح له اياها، حتى بيت ما بده يشتري لحتى تهدى الأوضاع. تهدى الأوضاع؟ يعيش ياكديش لينبت الحشيش. على سيرة الحشيش، تشربي متي؟ لا حبيبتي، أنت امشي، تأخرتي كتير. بلا بالغصة، لسا ما شفتك وين رايحة. معلش، بكره بشوفك بالروضة. طيب باي. الله معك. يسعد مساك يا ابني. ومساك عمي. شلونك؟ ان شاء الله بخير. والله بالف نعمه. انت جانا الجديد ما هيك؟ اي والله. يا ميت اهلا وسهلا، شرفتنا، شرفت البنايه. الله يديمك يا رب. انا جارك ابو خليل، ساكن بالطابق اللي فوقك تماما. ميت اهلا وسهلا، وانا فيصل. اهلا وسهلا فيك. طب عمي خلينا نكسبك على فنجان قهوه وكاسه شاي. على راسي ما بيعزمك، الله يطالك يا ابني. الله يسلمك. بعدين انا بحب المتي، انت بتحب المتي؟ نشربها مشانك. لك شرفنا شي نهار وطلع بنعمل نضرب متي سوا ان شاء الله. جاهزين. شوف يا ابني، نحن اهلك، ها إذا اعتزت أي شيء لا تستغيرها. أمرك عمي. على رأسي. تصبح على خير. الله يسلمك. الله يسلمك. تصبح على خير. شكراً. الله يرضى عليك. أكيد هذا أبوها للصبية اللي التقيت فيها اليوم. معقولة هي بعتته؟ بجوز. خلصنا بقى صفاء، ايمه الموبايل من ايدك بلا ما يضعف نظرك من كتر التركيز فيه. خلاص دقيقه ماما، بس هنشوف شغله. خلصت. مساء الخير. مساء النور. شلونكم؟ اهلين بابا، الحمد لله، اشتقنا لك. تاخرت ابو خليل. ايه والله، شفت ابو علي بالقهوه، صار لي زمان ما شفته، قعدنا وحكينا كثير. طمني، خبرك شيء؟ عن شو؟ شو عن شو؟ مو ابنه بمطار دير الزور مع ابننا خليل؟ ايه، بس ما حكى شيء زياده عن اللي بيحكيه ابني خليل. ابدا ابدا ما حكى شيء جديد. الله وكيلك، ما في شيء. خير ان شاء الله. هلا انا بطاري، دقيت على جارنا الجديد وسلمت عليه. فيصل؟ شو عرفك باسمه؟ لا بابا، بس اليوم وانا نازله على الروضه شفته على الدرج، سلمت عليه و ورحنا بالسيرفيس سوا. ايوه. ايه، ما قلت لي كيف شفت لنا يا لهجار؟ والله رجل كثير ادمي ولطيف وعاملني بكل لطف، كله تهذيب الحقيقه. ايه، وشو شربت عنده بابا؟ بابا ما شربت عنده شيء،
وما فت لعنده رجوة، بس سألته إذا لازم شيء يدق علينا نحن مثل أهله. فكرتك فتت لعنده. بابا الزلمة ساكن جديد، ما أقول لك بس عليه دغري. قوم قوم وحطوا لي عشاء، ميت من جوعي. حاضر. أمرك بابا، أنا رح أحط لك العشاء. ما عرفتك والله، مالك بالعادة؟ أخذت رايك منشط على تلفونكم. أيوه. نطشت اليوم لكان أنا لو غيرت ثيابي لازم ما يصير العشاء. يلا. أهلين. صباح النور. شو ولا سيرفيس مرق يعني؟ لا هلا ما مرق ولا سيرفيس. أبصر بيكونوا يعني مقضربين لأنه رفعوا سعر المازوت. إيه ممكن، بس الشعب السوري ما بينخاف عليه، هلا بيبرمج حاله على التغييرات الجديدة وتلاقيه مارق. طيب بتحبي نروح مشي؟ إيه ليش لا؟ تفضل. يلا. بتحبي المشي؟ اي طبعا بحب المشي، بس يعني لما بكون لوحدي بفضل اني اركب بالسيرفيس. بتعرف ليش انت؟ مشان تلطيش؟ اي طبعا مشان تلطيش. طيب هلا شو شعور البنت وهي بتتلطش؟ هلا ليك لكون صريحه معك، يعني في تلطيشات ظريفه وبتنغرش القلب وبترفع المعنويات، بس بنفس الوقت يعني في تلطيشات مزريه ويعني بتفوت البنت بحاله سيئه جدا، خصوصي اذا كان في تحرش. هالدرجه؟ ايه طبعا واكثر، يعني انا عم بحكي يعني عن رايي الشخصي. هي بالفعل القصة لازمها حل. لازمها حل جذري، بس بوضعنا هاد بعد الأزمة صعب كتير تلاقي حل. ليه؟ لأنه القوانين كلها فقدت احترامها، فهلأ تفرض عليهم قانون له علاقة بالتحرش أكيد ما حدا رح يتقبله ولا حدا يعني رح هلأ هي المشكلة هي ثقافة مجتمع، وللأسف نحن ثقافتنا هيك، والأسف أكثر إنه بيجيكي شاب بيفتخر قدام مراته إنه هو عم يلطش. يعني أنا ما بعرف ليش بيعمل. يعني أنت ما بتلطش بنات؟ أنا؟ أعوذ بالله. يعني أنا ما كنت مراهق ما بتجرأ، يعني لا ثقافتي ولا تربايتي بتسمح لي إني أعمل هيك. هلا واضح أنت إنه مانك بوارد إنك تلطش بنات، وخصوصي إنه قلت لي إنه أبوك كان عنده مكتبة، فهذا الشيء بيدل إنك أنت منحدر من عائلة مثقفة. أنا يعني خلقت على الدنيا بين الكتب، والدي شاعر وقارئ وأمي أديبة، أخي دارس أدب عربي وأنا دارس أدب إنجليزي، عمل دورات بالفرنسي وبالروسي، يعني هذا اجتهاد شخصي مني. عن جديد؟ لا الفرنسي وقت ما كنت طالب بالجامعة، بس الروسي بتعرفي بعد ما صارت الأزمة وصارت علاقتنا قوية بيننا وبين روسيا، يعني حبيت أتعلم ثقافتهم لغتهم، يعني بعلم هالشباب اللي جنبي. إيه منيح، معناتها لازم تعلمني. شو حبيت تعلم؟ حابه اتعلم فرنسي بصراحه، يعني بحسها لغه كلها انوثه بتلبق للبنت كتير. هلا بتلبق للبنت، والرجال شو بصراحه بس ما بتلبق له. صباح الخير. أهلين. صباح النور سموحة. بعرفكم على بعض، زميلتي بالروضة مدرسة سماح. أهلا وسهلا. فيصل جارنا الجديد. تشرفنا. أهلا وسهلا. لكن أنا خلص رح انسحب، خذ راحتكم. يلا باي باي. باي باي. الله معك. شو يا شو وصلت معك تمشي معه بالشارع بتضحكي كل هالضحك؟ ايه وشو فيها يعني؟ شو فيها؟ احكي لي بالتفصيل الممل شو صار. شو بدي احكي لك؟ رحنا نازلين على الدراج، انا طالعة من المدخل. كيفها ماما الحلوة؟ اهلين يا قلبي. يا عيني شو هالروايح الطيبة، شو عم تطبخي لنا؟ محاشي.
لك يسلم ايديك يا رب. حبيبي شو وينه بابا؟ رح يجيب شوية اغراض. ان شاء الله ما يطول لانه عصافير بطني عم تزقزق من الجوع، مو قدراني انطر ولا لحظة. ما عاش الجوع تقبريني، يلا غيري ثيابك وبكون الغدا جاهز. يلا امرك. يلا شلونك؟ شو هذا بيكون؟ الحمد لله. طمني عنك، ان شاء الله مرتاح بهالسكنه؟ الحمد لله كتر خير الله. الحمد لله. يا ابني صار لك مده ساكن بالبنايه، لا شفناك ولا تعرفنا عليك. لا تكون مو حابب تتعرف على حدا بالبنايه. الله يسامحك عمي، إنا شرف. لك شرفنا، تفضل. والله بدي روح اجيب شويه اكلات. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ الله يسامحك، نحن موجودين وراح اجيب اكل. خالتك ام خليل عامله اكله كوسه محشي، بتسر قلبك وخاطرك. شرف. نتشرف عمي، نتشرف ان شاء الله. لا بدك تطلع عمي، الله يرضى عليك. عم بستناك معك ربع ساعة. أمرك عمي. عم بستناك، لا تتأخر. الله يرضى عليك، يلا بدك تستني ربع ساعة تاني. اوف، وليش بقى؟ طالع جامع فيصل تغدى عنك. عن جد بابا؟ عن جد ابي، عن جد. انا وطالع على الدرج طلع من بيته. امي تعزمته لعنا، قال لي رايح جيب غدا، قلت له اعوذ بالله شو جيب غدا؟ خالتك ام خليل عامله اكلة كوسه مشي، بدك تاكل اصابيعك من وراها، بتطلع بتتغدى عنا. ايوه، دغري وافق انه يجي يتغدى عنا؟ لا مو دغري وافق، بالاول ما رضي، بعدين انا كركت عليه، قلت لحالي شب وحداني خطيه، خليه يطلع ياكل له اكل مثل عالم الناس بين الجمعه. يعني اكيد رح يجي يتغدى. ايه بياكد لي، اكد لي. معناتها رايح اجيب صحن ومعلقه للضيف. وانا رايح اغسل ايدي. يلا. في لشان بابا؟ ايه بابا، يعني بعرفه شوي، شفته كذا مرة وانا نازلة على درج البناية وعلى موقف السيرفيس. دردشنا شوي وحكى لي عن حاله وعن اهله. قال لي انه اهله باعوا كل املاكهم وهاجروا على النمسا. قال ما بيحبوا يعيشوا حالة الحرب، ما بيتحملوا. أيوة. وقال لي انه هو عنده معهد. اجا اجا، يلا اخليكي اخليكي. فاضي. مرحبا. اهلا وسهلا. كيف الصحة؟ شكرا كثير. مرحبا عمي، كيفك؟ شو اخبارك؟ تفضل. الله يسلمك. يا حقت لك ابني تروح تجيب ورد حالها. هو المحل قريب من هون، يعني ما في شيء من واجب هون. يسلموا. اهلا وسهلا. سموا بالله، سموا بالله. اهلا وسهلا. بسم الله. اهلا وسهلا. ان شاء الله تعجبك. بتحب الكوسه المشي؟ ايه. وي قدامك المرأة. شبه شبه. والله برافو عليك يا ابني، انك انت ضليت البلد وما هاجرت مع ابو اهلك. الحقيقة عمو انا بحبها لسوريا وما فيني اعيش براتها. وبالنسبة لاهلي، اهلي ناس مسالمين ما بحبوا الحرب. يعني سافروا بطريقة شرعية، لا شافوا ذل ولا شافوا شيء. بابا فيصل بيحكي ثلاث لغات. كثير عظيم، ممتاز يا ابني، ممتاز. الله يوفقك يا رب. وانت من وين يا ابني؟ من الشام؟ انا من ريف الشام، بس طول عمري عايش بالشام. ايوه، مو حاسس بالوحده يا ابني بعد ما سافر وقلك وهيك عايش لحالك؟ الحقيقه كثير والله، بس يعني معبي وقتي بين المدرسه وبين المعهد، وبالليل هيك بيجي بطقطق شوي على الفيسبوك، يعني بعبي وقتي. معناتها كثير منيح انه في عندك رفقات تقعد انت وياهم وتشوفهم وبتتسلوا مع بعضكم. بالحاره القديمه اللي كنت ساكن فيها كان عندي رفقات، بس هلا لا.
وين كنت ساكن يا ابني؟ كنا ساكنين بالحلبوني. بابا ورث بيته ومكتبه بس وقت ما سافروا باعن. وليش اخترت الحاره هي واستاجرت فيها؟ والله قريبة على المدرسة اللي بشتغل فيها. والمعهد بعيد من هون؟ يعني شيء 10 دقايق بالسيارة. عندك سيارة؟ ايه والله بس كمان اهلي باعوها. الله يسامحهم. كانوا يتركوا لك اياها لك ابني. عمو الحمد لله يعني ما في مشكلة، أنا عندي إمكانية إني أشتري بيت وأشتري سيارة. بس يعني خايف عليهم بشي قذيفة بشي قصة، هيك الواحد بضل محافظ على المصاري. برافو عليك، برافو عليك، خير مع بنت. خالته الأكلات كثير طيبين، يسلموا إيديكي. صحة وهنا. والله بصحة وهنا. يعني صار لي زمان ما أكلت طبخ. إمتى ما حبيت أي طبخة إلي وأنا بساوي لك إياها. تسلمي لي. اعتبرنا أهلك ها، البيت ليتك يا أمي. الله يديمك يا أمي. لا تستحي منا بنوفا، الله يطلع عليك. صاير معها شي؟ هي 10 مرة بدق لها وما بترد. يا رب ما يكون صاير شي لاخواتها. احسن شي روح لعندها على البيت واطمن. شغلي كثير يا ابني، ما بتعب الدوام والنوم، برجع على البيت باكل لقمه من تحديات خالتك وخليل، برتاح شوي وبنزل بعدين على القهوه، بنلتقي برفقات ايام زمان، بلعب لي دق طاوله وبنهز بدلنا وبنقعد بنحكي عن الازمه. ايش عم تخسر كثير بالطاوله؟ الا قعده، الا قعده يا فيصل. ان شاء الله. خالته شو بتشتغلي؟ انا بشتغل بالمدرسه اللي بعد مدرستك، اداريه بالمكتبة ما بدرس. عم قول وين شايفة؟ كيف بابا بدأ؟ أنا بدأ تقيا. شو أهلي سموحة صفاء عم ضحكي؟ خير إن شاء الله وليش حتى ما أضحك يعني؟ لك أنا حلوة واقف قلبي عليكي وأنتي عم ضحكي؟ سلامة قلبك ليش شو في؟ لك شو شو في؟ فكرت صاير عندكم شي؟ الله لا يقدر بعيد الشر. لا تكوني سمعانه شي خبر. لك ماني سمعانه شي، دقيت لك فوق العشر مرات وبعثت لك مسجات وما عم تردي، فكرت اخواتك صاير فيهم شي؟ لا الحمد لله ما فيهم شي. انا اسفه تليفوني جوا بالاوضه عم تشوف. يلا تعي فوتي. ما بدي فوت. سماح فوتي خاله فوتي. فوتي فوتي. مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك يا هلا؟ مرحبا عمو. كيفك؟ شلونك؟ كيفك خاله؟ يا قلبي تمام الحال. تفضلي. لا شكرا. أنا مضطرة أمشي بس حبيت أطمن عليكم. أهلا وسهلا فيك يا عمو. بالإذن. إذنك معك حميدتي. إذنك معك الله معك. تفضل أستاذ فيصل، تفضل ارتاح. بدك ترتاح أستاذ فيصل. الله يسلمك. بس توصلي على البيت طمني عليك. إيه هلا فهمت ليش كنتي ما عم تردي علي. ليكي بدي أحكيكي على الفيس تحكي لي بالتفصيل الممل شو صار. خلاص بس يروح براسلك. أكيد ها. خلص وبحكي لك كل شيء. يلا فوتي باي. الله معك. استاذ فيصل صباح النور. ناطر السرفيس. ايه بارح. شو طمني ان شاء الله انبسطت عنا مبارح. اكيد انبسطت. على فكرة نسيت اسألك، انت مبارح بعت لي قد شي على الفيسبوك؟ الحقيقة ايه، بعد ما سمعت رفيتك عم تقلك انه بدي حكيكي على الفيسبوك دورت عليكي وعملت لك قد. خفت تكون مو انت لانه انا ما بعرف كنيتك. صحيح انا وياكي يعني ولا مرة سألنا بعض شو كنيت تاني. ايه وشلون عرفت انه هاي صفحتي؟ شفت صورة الروضة وال
البوستات هيك بتشبهك. بتشبهني؟ شلون يعني بتشبهني؟ يعني هيك فيها شيء من نفسك وروحك. أنسي صفاء؟ نعم. ممكن أخذ رقم تليفونك؟ إيه طبعا. هات سيب لك يا هي رنيت عندي. شكله السيرفيس مو جاي. شو رايك نروح نمشي كمان؟ ايه اوكي يلا شرب. صار له أخذ رقمي 10 أيام ولهلأ ما اتصل. طيب بركي خجلان. أنت ما أخذتي رقمه؟ طبعا أخذت رقمه بس أنا مستحيل دق له. لا ما بدي أقيله هيك، منلاقي شي حجة. حجة شو؟ هو يلي طلب ياخذ رقمي، مو أنا طلبت أخذ رقمه. طيب خلص رؤي، ممكن هو عم يستنى الفرصة المناسبة. معقول يكون عشقان؟ لا ما بظن، يعني هو شخص بيخلص شغله بيرجع البيت لحاله. مو انتي هيك بتقليلي؟ او بلكي يلي حاببها معه بالمدرسة او بالمعهد. والله ممكن. صفاء انتي حاببتي؟ ايه حبيته. حبيته من اول مرة شفته على درج البناية. فيصل شرقا جديد. أهلا وسهلا شرف. وأنا صفاء جارتكم بالطابق الثالث. أهلا وسهلا. تفضلي. شكرا. ما بعرف انتابني إحساس كتير غريب، أول مرة بحس فيه. حتى دقات قلبي تغيرت بدون ما أحس. هيك صار محور حياتي. يا ستي فعلاً هو صار محور حياتك، لأنه أنا وياكي منا سيرة غيره. لك حتى إخواتك ما عن جد بتسيرته. عن جد عم تحكي؟ إيه عن جد. لك أنتي ما عاد سمعتيني، بس أنا عم بسمعك. لا لو معقول أنا ما عم بسمعك؟ صفاء ما عم تتركي مجال لحدا يحكي. شو قصدك؟ أنا قرارة؟ هيك شي. الله يسامحك. هي خرسنا. تفضلي احكي شو عندك. لا خلص ما عاد بدي احكي اساسا. انا رايحه. ايه تعي لهون بالغلاظه. يلا احكي لي شو صار معك. لقيتها. شو هي الحجه اللي رح تخليه يحكي معك اذا كان فعلا معجب فيكي؟ انطقي هالجوهره. يلا تعي. صباح الخير يا ابني. صباح النور. كيف الصحة؟ الحمد لله. كيف أمورك؟ والله بألف نعمة الحمد لله. رايحة على الدوام؟ ايه. وانت؟ وانا كمان. الأنسة صفاء مو رايحة على الدوام؟ لا صفاء مو رايحة على الدوام. خير؟ تعبانة شوي. سلامة قلبها. الله يسلمك. هيك وواجع على راسها ومو قدرانة تقوم من الفرشة. ما بدك لا؟ بلا ما على قلبها شوي.
هلأ بيكون وصل على المدرسة وما حكى معي، معناتها لا انتبه أني ما أجيت ولا شيء، يعني مو مهتم فيني. الله لا يعطيك العافية يا سماحة، لسه عم تعملي لي مخططات لتخيبيني أكتر. ما قصتك أنا؟